أنا سعيدة ليه؟ علشان الموضوع الحقيقة فكرة أن تنتصر الدراما أو ينتصر عمل إحنا في المجتمع نقدمه ونخلق رأي عام وبعدين يتم مناقشته، في النهاية أنت بتخدم الأسرة المصرية وبتخدم المجتمع المصري. خلينا ناخد مزيد من الحوار وتفاصيل كده. دكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق جامعة المنيا وممثل المجلس القومي للمرأة في الحوار الوطني. مساء الخير يا دكتور. مساء الفل يا فندم، استاذ شفقي اهلا وسهلا بسيادتك. اهلا بحضرتك يا فندم. خليني اعرف يعني ما دار النهارده بشكل موضوع قانون الوصايه، اتفضل. هو اتصالا بما تفضلت بيه سيادتك، انا اسمن جدا على الكلام العظيم اللي سيادتك تفضلت بيه، انه كلما يعني اعتلت واصبحت ساميه الدراما والاعلام عموما والبرامج، كلما يعني ازداد هذا في قيم المجتمع ومثله وقضاياه والتعامل مع قضاياه بطريقه فيها جديه، لانه هذه القوى الناعمه هي التي تبني المجتمع فعلا، لانه يعني الشرطه والقوات المسلحه لا يمكن ابدا ان يتركها هذا الاعلام والتعليم والحضانه والجامع والكنيسه، كل هذه القوى قوى جميله وقويه جدا اذا ما كانت صاحبه قضيه وإذا ما أخذت الأمور بطريقة فيها نوع من الاهتمام والانتماء والولاء للوطن. صحيح. فما تفضلت به سيادتك غاية في الأهمية، وهو ما يؤكد أنه نفكر من الآن في رمضان القادم أن تكون هناك قضايا أخرى تهم المواطن وتجمع الناس حول مائدة المشاهدة، ونطلع من رمضان بطريق فيه انتماء وولاء للوطن وخدمة قضاياه، وأن احنا لسنا على مستوى الكمال والكمال لله وحده طبعا. وبالتالي النهاردة كان في الحوار الوطني، وطبعا كل الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق هذا الحوار، سواء اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا أو تشريعيا، كل هذا يعني شيء رائع جدا. وطبعا لما سيادتك بتحضري بتشوف كل قوى المجتمع المصري بشتى أطيافها وألوانها. صحيح. صحيح. وكل الكلام مقبول وكل الرؤى مقبولة، بغض النظر حتى إن كانت وصلت إلى مرحلة التضاد وإن كان هناك. صحيح. شطح في أقصى اليسار ولا اليمين، كله متقبل. وإدارة الحوار سواء الدكتور ضياء ولا المستشار محمود ولا فريق العمل العظيم بيستوعب جدا ويضرب المثل في الرأي والرأي الآخر. طيب دكتور، يعني وجود، أنا عايز أستأذن حضرتك بس في وجود حضرتك معانا نستغل علمك، يعني هل هنا هيكون في مثلا شكل من أشكال تعديل القانون أم تعديل الإجراءات؟ هو الاثنين مع بعض. تمام. انت كده دخلت في صميم الموضوع. أيوه. احنا كلنا عارفين انه القانون صادر من 1952 وانه اعتمد على قانون المجالس الحزبيه اللي صدر سنه 1869، فاحنا بنتكلم عن 150 سنه للوراء. يعني من 1000 دقيقه واحده بس يا دكتور، من 1869 صدر قانون المجالس الحزبيه، ده المجالس الحزبيه 1869، بنتكلم على 150 سنه تقريبا. 150 سنه، وطبعا حصل يعني تغيير شويه، لكن يعني احنا بنتكلم على الحالي. الحالي. أيوة. بقى فانت حضرتك التعديلات التي طرأت عبر ال 100 سنه دي، وطبعا عبر 72 سنه من 52 لغايه النهارده، تعديلات طرأت سواء يعني فرادة في بعض مواد القانون، والمجلس القومي للمرأة كان له دور كبير جدا من 18 وصدر طبعا فعلا شوية تعديلات، إنما إحنا بنتكلم عن إنه المجتمع يتطور والقانون لابد أن يتطور، وإنه القانون الراكد هو عيب من عيوب التشريع، فإذا تمام تأخر التشريع عن خدمة المجتمع وخدمة قضايا الناس يبقى لابد أن نفتش يعني في التشريع حتى نستطيع أن نصلحه، ودي من مزايا التشريع المرونة. يفقد هذا التشريع مرونته إذا ما تأخر عن قضايا الناس، وبالتالي كان هذا التشريع عظيما لزمانه، وهم عملوا أكثر من اللازم بس في توقيته لناسه. وأنا قلت قبل كده أنه كانت نسبة الأمية في المرأة سنة 52 في مصر تصل إلى 84-85%، وبالتالي كان يمكن أن يقال أنها قد لا تحسن التعامل مع قضايا المال أو قد لا تحسن التعامل مع قضايا الأولاد، فيعني كان آنئذ ينظر إليها من في إطار المواءمة والملائمة أنه ينسب هذا إلى الجد أو ما بعد الجد سواء العم أو غيره. تمام. أما وأن الآن هذه المرأة التي أصبحت قاضية ومشرعة ووزيرة وإعلامية وكذا 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 ونسبة الأمية ضعفت جدا، يبقى كان لابد أن يكون هناك تعديل تشريعي حتى نستطيع أن نقول أنه عندنا دستور 14 يقرر أن المواطنين لدى القانون سواء، واحنا بالفعل بعد صدور هذا القانون اصبحنا طرف
في العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه واتفاقيه السداو وقبل ذلك الاعلان العالمي والميثاق. أكيد. ومن ثم استجدت مواثيق دوليه تلزم مصر، تلزمها وفقا للمادة 93 من الدستور ان تعدل كل القوانين والتشريعات التي تضع المراه في مرتبه ادنى من الرجل لمجرد انها نوعها انها امراه. طبعا. وبالتالي الطبيعي في وئام الاسره وملائمتها، وسيادتك عشت هذه التجربه والله يرحمه طبعا الفنان العظيم ممدوح عبد العليم، كلنا في اسرنا مثل هذه الظروف، المراه هي اولى الناس باولادها طبعا. واولى الناس بظروفها طبعا. وهي اقدر الناس على انها تستطيع انها تعيش حياتها سواء ماليا أكيد. او يعني نفسيا أكيد. وتدعم هذه الاسره. وكمان يعني اسمح لي يا فندم، اسمح لي يا دكتور اقول لك، هي نسبه الاميه يعني حتى وان كانت قديما او حديثا الان، يعني اكيد المراه ممكن تكون نسبه اعلى، بس كمان في نسبه اميه في الرجال، هي نفس النسب، النسب موجوده مضبوط. على الاثنين، ولكن مضبوط. انا خليني اتفق مع حضرتك اذا علشان يكون ختاما، اذا نحن يعني عنوان القانون الراكد، فاصبح الان قانون الوصايه يعني تحت عنوان قانون راكد بحاجه الى تعديل في القانون وتعديل في الاجراءات. كلمه واحده لو تسمحي لي. اتفضل. احنا مش هنصنع يعني مش هنخترع حاجه جديده، يعني احنا مثلا المملكه العربيه السعوديه من سنه 19 تم التعديل وقالت انه رب الاسره في هذا النظام هو الاب او الام بالنسبه وانتهى الامر. احنا عندنا رب الاسره هو الاب بس. أيوة. وفقا للماده 24، وده غلط لانه صح. رب الاسره خلاص المملكه العربيه السعوديه، لان احنا عندنا كمان امراه معيله كتيره جدا يعني طبعا يعني المرأة المعيلة يعني الحقيقة سيدات فضلايات مثلا اكيد يعني اسر يعني. فخلاصة القول انه وفقا لكل التشريعات اللي في الدنيا، مش هذا التشريع بس، لابد ان نطور في اطار ما يدعم فكرة العدالة والمساواة والفرص المتكافئة بين الجميع. أكيد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونتمنى إن شاء الله يتم هذا التعديل وأيضا تعديل في القانون وتعديل في الإجراءات زي ما حضرتك ذكرت.